تجمع الجيران والمهنئون خارج منزل عائلة جينا دي خيسوس وأماندا بيري، اللتين أنقذتا مع امرأة ثالثة بعدما احتجزهما ثلاثة رجال لمدة 10 سنوات تقريباً. أنا فرحة جداً، لقد صدمت عندما اكتشفت أنه تم العثور عليها لأنها اختفت منذ أكثر من 10 سنوات. نعم، لقد صدمت جداً. ووضع اكتشاف النساء الثلاث على بعد كيلومترات قليلة من المكان الذي خطفنا فيه في ولاية أوهايو حداً لسنوات من الانتظار من قبل أهاليهن، فيما أصيب سكان الحي السكني الهانئ عادة في كليفلاند بالذهول. لقد تواصلنا مع شقيقتها وعائلتها، إنها حقا شقيقتها، وعندما سمعنا الخبر الذي كنا ننتظره منذ سنوات شعرنا أنها بمثابة عودة ولد إلى عائلته. أنا أم لثلاثة أطفال ولقد صدمت وقلت لنفسي مستحيل، هذا غير ممكن. وقالت أماندا بيري إن الرجل الذي احتجزها يدعى أريال كاسترو، وذكرت وسائل الإعلام إن الموقوفين هم أريال كاسترو وشقيقان له، لكن الشرطة رفضت تأكيد الاسم، موضحة أنه في الوقت الراهن لن تنشر أي معلومات أو أسماء أو صور عن التحقيق بشأن النساء المخطوفات.